وعليكم السلام. صوت واضح؟ نعم واضح. نعم الله أستاذ بشاشة واضحة. واضحة. نعم أستاذ واضحة. أوكي. طبعا موضوعنا لهذا اليوم هو الكربوهيدرات، كربوهيدرات. طبعا راح أبدي وياكم أنا بالبايوكيمستري. بالنسبة للأورجانيك راح أخصص لكم تدريسي إن شاء الله بالمستقبل، وهو راح يعطيكم الأورجانيك. بالنسبة لي المفروض أبدي معاكم بالبايوكيمستري بعد الأورجانيك، بس بسبب عدم وجود تدريسي لحد الآن راح أبدي معاكم إن شاء الله. استاذ بس العفو، نعم بالنسبه للحضور يعني كثير طلاب ما عندهم انترنت هسه، يعني يا ريت لو ما تحاسبنا الحضور هذا اليوم، فقط لا هذا لا، ما اليوم. حاسب الحضور، انا راح اخلي الرابط مفتوح. نعم استاذ، يعني انشره واتركه مفتوح. نعم، نعم مشكور. طبعا الكربوهيدرات مثل ما تعرفون هي مركبات عضوية are organic compounds that have great biological importance، تمتلك أهمية بيولوجية كبيرة. تتأتى الأهمية البيولوجية الكبيرة للكربوهيدرات من طبعا من خلال النقاط التالية: they provide energy through oxidation، تقوم الكربوهيدرات بتزويد الجسم بالطاقة الضرورية للحياة. إذن they provide energy through oxidation، من خلال عملية الأكسدة اللي تتم داخل أجسام الكائنات الحية. ايضا they serve as a form of store energy، الكربوهيدرات ايضا تعتبر شكل من اشكال الطاقه المختزنه، طبعا عن طريق الكلايكوجين اللي يختزن بالكبد وكذلك بالليفر وكذلك بالمسلز بالعضلات، وبشكل اكبر طبعا بالكبد. They supply carbon for the synthesis of cell component، ايضا تعتبر الكربوهيدرات مزود اساسي لذرات الكربون الضرورية لبناء مكونات الخلية. أيضا عندنا they form part of structures of some cells and tissues، أيضا تعتبر الكربوهيدرات تدخل في تراكيب بعض الخلايا وكذلك الأنسجة. Carbohydrates along with lipids, proteins, nucleic acids and some other compounds are known as biomolecules. إذن الكربوهيدرات الى جانب الدهون والبروتينات والاحماض النوويه وكذلك بعض المركبات الاخرى كالهرمونات والانزيمات تعتبر طبعا جزيئات حياتيه مهمه. Because they are closely associated with living organism. Biochemistry، علم البايوكيمستري هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسه طبعا كيمياء الجزيئات الحياتيه وكذلك طبعا الاحياء الكائنات الحية. The biochemistry is the study of the chemistry of biomolecules and living organisms. الكربوهيدرات مما تنشأ؟ تنشأ الكربوهيدرات في النباتات من خلال عملية مهمة جدا هي عملية البناء الضوئي أو التركيب الضوئي. طبعا باستخدام الـ CO2 كربون دايوكسيد وكذلك الـ H2O water وكذلك الـ sunlight. Then carbohydrates form by photosynthesis in plants from CO2, H2O and sunlight. Carbohydrates، التعريف الحالي للكربوهيدرات طبعا glasses of carbohydrates، التعريف الحالي للكربوهيدرات هو عبارة عن مركبات ألدهيدية أو كيتونية متعددة مجموعة الهيدروكسيل. إذا carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. احنا سبق وان ذكرنا انه الكربوهيدرات هي مركبات عضويه، زين، هاي المركبات العضويه ما هي هذه المركبات؟ هي عباره عن مركبات الدهيديه او كيتونيه، اذا صنفها بالمركبات العضويه انها مركبات الدهيديه او كيتونيه متعدده مجموعه الهيدروكسيل. Or substances that yield such compounds on hydrolysis. او المواد التي تكون هذه المركبات الالدهيديه او الكيتونيه عند تحللها. اذا الكربوهيدرات تشتمل
او تعريفها الحالي تعرف على انها مركبات الدهاديه او كيتونيه متعدده مجموعه الهيدروكسيل او المواد التي عند تحللها تنتج هذه المركبات الدهاديه او الكيتونيه. مثال عليها عندنا الرايبوز. الرايبوز مثل ما تلاحظون هنا الرايبوز التركيب مالته هو عباره عن سكر، طبعا مثل ما تلاحظون سكر خماسي يتالف من 5 ذرات كربون مرتبطه مع بعض طبعا ومتعدده مجموعه الهيدروكسيل. هاي هي المجموعه الدهاديه على ذره الكربون رقم 1، وهاي مجاميع الهيدروكسيل تلاحظون موزعه على جانبي ذره الكربون الثانيه والثالثه والرابعه وكذلك موجوده بالخامسه. طبعا مصطلح الكربوهيدرات، the term carbohydrate comes from the fact that when we add sugars we get carbon and water. مصطلح الكربوهيدرات اتى طبعا من خلال حقيقه انه عند تسخينها سوف نحصل على الكربون، يعني عند تسخين اي مركب مثلا النشا نسخنه على اللهب مباشره حيتفحم، حنحصل على طبعا نسخنه مثلا بالتيوب حنحصل على طبعا فحم كربون، وكذلك نلاحظ وجود قطرات على جانبي انبوبه الاختبار دلاله على انه دلاله على وجود الماء. The classification of عفوا classes of carbohydrates. المونوسكرايد طبعا تصنف الكربوهيدرات الى حسب عدد الوحدات التي تكونها. طبعا اصغر وحده هي المونوسكرايد التي تتالف من وحده واحده من طبعا من المركبات الدهاديه او الكيتونيه المتعدده مجموعه الهيدروكسيل. اذا مونوسكرايد contain a single polyhydroxyaldehyde or ketone unit. طبعا السكر السكرو ان جريك فور شوجر، يشير مصطلح السكرو ضمن اللغه طبعا اللغه الاغريقيه واليونانيه طبعا يشير الى السكر الشوجر. على سبيل المثال عندنا طبعا مثال على السكر الاحادي عندنا الجلوكوز وكذلك الفركتوز. عندنا مثالين مهمين جدا هم الجلوكوز والفركتوز. المونوسكرايد ممكن ان تصنف تبعا الى عدد ذرات الكربون الى ما يلي. اذا كانت المونوسكرايد مؤلفه من 3 ذرات كربون يسمى او تصنف على انها ترايوز، ترايوز شوجر. طبعا الصيغه مالتها الصيغه الجزيئيه هي C3H6O3 ترايوز شوجر. طبعا اذا كانت مؤلفه من 4 ذرات كربون إذا كانت مؤلفة من 4 ذرات كربون بالنسبة للسكريات تصنف على أنها تيتروز شوجر، تيتروز. طبعا الصيغة الجزيئية هي C4H8O4. تلاحظون نسبة عدد ذرات الكربون إلى عدد جزيئات الماء هي 1:1. إذا كانت مؤلفة من 5 ذرات كربون طلع بس أطلع رابط الحضور الساعة بس دقيقة. العفو استاذ راح تنشره على الكلاس روم. نعم ما سمحتك ما سمحتك. العفو راح تنشره على الكلاس روم. اطلقت على الكلاس روم رابط الحضور راح اخليه مفتوح الى ان يسجلون الطلاب. اوكي تمام استاذ مشكور. طبعا ذكرنا التصنيف بالنسبه للمونوسكرايد اذا كانت مؤلفه من 5 ذرات كربون فهي بنتوز شوجر، بنتوز شوجر. اما اذا كانت مؤلفه من 6 ذرات كربون فتعتبر هكسوز، هكسوز شوجر. طبعا الصيغه الجزيئيه هي C6H12O6. طبعا البادئه البريفكس اللي هي تراي تترا تترا او كذلك بنت وكذلك الهكس، هذه البادئه تدل على عدد ذرات الكربون. اذا ذا تيرم هاي البادئه تراي تت بنت وكذلك الهيكس تدل على عدد ذرات الكربون. هذا المصطلح طبعا المصطلحات كلها مر عليكم بالاورجانيك كيمستري في مراحل سابقه. المقطع اوز طبعا يضاف لانه المركب مركب سكري. اوكي تضاف في نهايه في نهايه التصنيف. Which indicates that it is sugar. هذا المصطلح اوز يدل على ان المركب هو مركب سكري. Thus, triose is a carbohydrate
containing three carbons وهكذا. فإن طبعاً الكربوهيدرات المؤلفة من ثلاث ذرات كربون تسمى بالترايوز وهكذا. طبعاً ملاحظة نوت there are present in a few number monosaccharides consist of 3, 4, and 7. هنالك عدد قليل جداً من المونوساكرايد تتألف من ثلاثة ذرات كربون أو أربعة وكذلك سبعة. طبعاً تصنف على أنها ترايوز إذا كانت مؤلفة من ثلاث ذرات كربون، تتروز إذا كانت مؤلفة من أربع ذرات كربون، هيبتوز إذا كانت مؤلفة من سبع ذرات كربون. أوكي. ننتقل إلى الدايسكرايت. الدايسكرايت تتألف من طبعاً وحدتين من وحدات المونوسكرايت. Consist of two monosaccharide units linked together by a glycosidic linkage, e.g. sucrose. إذن الدايسكرايت تتألف من وحدتين من وحدات السكر الأحادي المونوسكرايت. طبعاً يكونان مرتبطين مع بعض من خلال الرابطة الجلايكوسيدية، وهي رابطة تساهمية بالعلم. طبعاً أيضا عندنا الأوليغ ساكرايد التي تتألف من 3 إلى 10 وحدات من وحدات المونوساكرايد. إذن تصنيف طبعا تصنيف السكريات، إذن أولا ذكرنا المونوساكرايد ثم الدايساكرايد المؤلفة من وحدتين من وحدات المونوساكرايد، وكذلك طبعا عندنا الأوليغ ساكرايد التي تتألف من 3 إلى 10 وحدات من وحدات المونوساكرايد، مثالها الرافينوز. الرافينوز طبعا التصنيف الاخير اللي هو المجموعه الاخيره اللي هي البوليساكرايد اللي هي متعدده طبعا السكريات المتعدده الوحدات. contain very long chain of 100 or thousands of monosaccharide units، يعني اللي اكثر من 10 تعتبر البوليساكرايد. طبعا هي مؤلفه من مئات الى الاف الوحدات المونوميريه من المونوساكرايد، مرتبطه مع بعض من خلال ذكرنا الرابطة الجلايكوسيدية، which may be either التي إما طبعاً إما أن تكون هذه طبعاً البوليساكرايد، إما أن تكون بشكل سلاسل طبعاً، إما سلاسل مستقيمة أو سلاسل متفرعة. مثالها طبعاً السليلوز، الجلايكوجين، الستارش. مثالها السليلوز والجلايكوجين النشأ الحيواني والستارش اللي هو النشأ النباتي. ننتقل إلى الستيريو كيمستري أوف كاربوهيدرات، الستيريو أيزومرز، الكيمياء طبعا الفراغية للكربوهيدرات، طبعا الأيزومرات الفراغية. نأتي إلى أبسط مركب ألا وهو الجليسر الديهايد. الجليسر الديهايد هو عبارة عن مركب كاربوهيدراتي سمبلست كاربوهيدرات exist in two isomeric form، يتواجد ضمن طبعا شكلين أيزومريين أحدهما طبعا مرآة للآخر that are mirror image of each other. الجليسر الديهايد يتألف من ثلاث ذرات كربون، مثل ما تلاحظون هو مركب الديهايدي لوجود طبعا هنا هاي مجموعة الالديهايد، وهنا طبعا مجموعة الهيدروكسيل هاي CH2OH. هذا المركب هو مركب يتألف من ثلاث ذرات كربون، يحتوي في داخله طبعا على ذرة كربون جيرالية، هاي ذرة الكربون الوسط جيرالية لأنها ترتبط بأربع مجاميع مختلفة مثل ما تلاحظون، أربع مجاميع مختلفة. من فوق هو مجموعة الألديهايد، من الأسفل طبعا هاي المجموعة مجموعة الكحول CH2OH، هنا طبعا ذرة هيدروجين وهنا مجموعة هيدروكسيل. طبعا هذا هو يمثل الـ L-glycer aldehyde. الشكل المناظر له هو الـ D-glycer aldehyde. طبعا اسم الكائنات الحيه لسبب مجهول لحد الان ما اكتشفوا العلماء ان جميع طبعا السكريات الموجوده او الموجوده في اسم الكائنات الحيه هي من نوع دي ايزومر. الال ايزومر طبعا موجوده امكن تحضيرها بالمختبر طبعا، على عكس طبعا راح ناخذ البروتينات مستقبلا. طبعا بالبروتينات او بالاحماض الامينيه راح نلاحظ ان الال ايزومر هو الموجود بأسام الكائنات الحية، أما بالنسبة للكربوهيدرات فإن الدي أيزومر هو اللي يتواجد في أسام الكائنات الحية. These forms are stereoisomers of each other.
هذه الأشكال طبعاً هي عبارة عن أيزومرات فراغية لبعضها البعض، أو أيزومرات مسامية يسموها، هتاخذوها المفروض بالعضوية إن شاء الله بالكيمياء الفراغية. الجليسر ألديهايد، هذا المركب الجليسر ألديهايد اللي هاي صيغته طبعاً، هاي صيغة فيشر، صيغة طبعاً يحتوي في داخله على، يعتبر جزيئة جيرالية، جيرال موليكيول، يمتلك إذن تو ميرر إميج. ليش يمتلك تو ميرر إميج؟ لأن عدد ذرات الكربون الجيرالية هي واحد. راح نجي على قانون من خلاله راح نعرف عدد الإيزومرات المسامية. The two mirror image forms of glycer aldehyde are enantiomer of each other. إذن طبعاً الشكلين الإيزومرين طبعاً اللي هم أحدهم مرات الآخر طبعاً هما عبارة عن طبعاً enantiomer يسموه، مصطلح enantiomer of each other. طبعاً الكربون الجيرالي جيرال molecules have the same relationship of each other that your left and right hands have when reflect in a mirror. طبعاً مصطلح الجزيئات الجيرالية هو يمثل كما هي العلاقة عندما تنظر في المرآة لليد اليمنى واليد اليسرى، وتنظر إلى انعكاس انعكاسها في المرآة، اليمنى راح تصير يسرى واليسرى راح تصير يمنى. أوكي. Any carbon atom which is connected to four different groups. ذكرنا هاي الملاحظة إنه أي كربون، أي ذرة كربون ترتبط بأربع مجاميع مختلفة تعتبر طبعاً جيرالية، will be giral and will be have. وبناء على هذا الكلام فهي تمتلك two mirror images، تمتلك طبعاً شكلين أحدهما مرآة للآخر. It is a giral carbon. وتعتبر هذه الجزيئة طبعاً كربون جيرالي أو مركز للجيرالية، center of girality. If any of two groups of the carbon are the same carbon atom cannot be giral. يعني إذا هاي طبعاً إذا كانت أي ذرة كربون تمتلك طبعاً مجموعتين متشابهتين، يعني ما أربع مجموعات مختلفة، تعتبر غير جيرالية. فقط اللي تمتلك أربع مجاميع مختلفة هي تعتبر كربون جيرالي. إحنا إذا رجعنا مثلاً many organic compounds، العديد من المركبات العضوية طبعاً نلاحظ أنها بما في ذلك طبعاً الكربوهيدرات تمتلك أكثر من طبعاً كربون جيرالي، contain more than one carbon giral carbon. Then many organic compounds including carbohydrates contain more than one giral carbon. العديد من المركبات العضوية بما فيها الكربوهيدرات تمتلك أكثر من مركز جيرالي، تمتلك أكثر من مركب، تمتلك أكثر من كربون جيرالي كما سنلاحظ ذلك. طبعا هذا الإكزامبل، طبعا مثال هذا مطلوب، يعني واجب identify the giral carbons if any in the following carbohydrates. طبعا اقول ما اعرف يعني طبعا هذا السؤال او هذا المثال مطلوب ان تحلوه. مثلا هنا يطلب منا تحديد الكربونات الجيراليه لهذه المركبات. هذا المركب الاول الإرثرو روز، إرثرو طبعا هذا المركب الأول يحتوي على أربع ذرات كربون. كم الكربون الجيرالي بهذه الأربع ذرات كربون؟ تلاحظون ذرة الكربون الثانية، هاي ذرة الكربون الثانية ترتبط بأربع مجاميع مختلفة، هذه المجموعة الأولى، وهذه المجموعة الثانية الـ OH، وذرة الهيدروجين هذه الثالثة، وهذه المجموعة الرابعة تعتبر. إذن هذه تعتبر مركز جيرالي. أيضا ذرة الكربون الثالثة أيضا تعتبر ذرة كربون جيرالية. في حين انه هنا تلاحظون CH2OH، هذا طبعا هاي الكربون غير جيراليه. لماذا؟ لانها ترتبط بذرتي هيدروجين، اذا لا ترتبط باربع مجاميع مختلفه، ترتبط اذا تعتبر غير جيراليه. فقط هذه يعني اثنان هنا مركزين جيراليين، ذره الكربون رقم اثنان وذره الكربون رقم ثلاثه. طبعا هاي تاخذ ذره الكربون بالترقيم بالنسبة للمركبات العضوية تأخذ الرقم واحد.
بالنسبه للمركب الاخر اللي هو الجمبو، هذا المركب اللي بالوسط، تلاحظون مؤلف من خمس ذرات كربون، خمس ذرات كربون. هذا مركب طبعا كيتوني، هاي مجموعه الكربونيل، المركب كيتوني. اوكي، هذا رايبولاز. طبعا تلاحظون ايها جيرالي، اي ذرات الكربون جيرالي، هذه ذرات الكربون الجيرالية التي ترتبط باربع مجاميع مختلفه التي تحمل رقم 3، وكذلك ذره الكربون اللي هي هذه ايضا اللي تحمل الرقم 4 ترقيمها ايضا ذره كربون جيرالي، البقيه هي غير جيراليه، غير جيراليه. المركب الاخير اللي هو الجلوكوز، تلاحظون مؤلف من ست ذرات كربون، ست ذرات كربون. هذا مركب الديهايدي، مركب الديهايدي، سكر الديهايدي، يتالف من ست ذرات كربون، اذا هو هكسوز شوجر بالتصنيف مالته. ايها اي الذرات هي جيراليه؟ تلاحظون ذره الكربون هذه تعتبر رقم 2 تعتبر جيرالي، رقم 3 تعتبر جيرالي مرتبطه باربع مجاميع مختلفه، رقم طبعا 4 ايضا، ورقم 5 كلها جيراليه. الرقم 6 هي غير جيرالي، هذه هي غير جيراليه، كذلك مجموعه كذلك بالنسبه للكربونيل هي غير جيراليه. اوكي، حسب طبعا هاي صيغه يسموها صيغه فيشر، صيغه فيشر اللي هي تمثل طبعا يتم تمثيل المركبات الكربوهيدراتيه بشكل سلسله مفتوحه، سلسله مفتوحه، اسقاط فيشر يسموها. طبعا هذا القانون راح نستخدمه اللي هو 2 سب ان رول، طبعا 2 اس ان قانون. طبعا هذا القانون من خلاله راح نعرف عدد الايزومرات. When a molecule has more than one giral carbon، عندما الجزيئه تمتلك اكثر من طبعا كربون جيرالي، فان عدد طبعا الايزومرات، عدد الايزومرات يتم تحديده من خلال هذا القانون. اذا كان مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال هنا هذا الكوليسترول، كوليسترول صيغه الكوليسترول، تلاحظون انه يتالف من كم كربون جيرالي؟ 8 ذرات كربون جيرالي. هاي طبعا هنا هاي جيرالي، ليش؟ هنا هاي تعتبر مجموعه وهذه تعتبر مجموعه، وهنا او اتش، وايضا اكو ذره هيدروجين ما مرسومه فهي تعتبر جيراليه. تعتبر جيراليه. اوكي؟ اذا القانون اللي نستخدمه اللي هو 2 اس ان، 2 اس ان اللي هو 2 اس 8 ويساوي 256 possible stereoisomers. لكن بالطبيعه طبعا هنالك فقط صيغه واحده للكوليسترول، ايزومر واحد فقط من هذه ال 256 فقط، النيتشر فقط، only one فقط واحد. اذا each carbon can possibly arrange in either the right hand or the left hand form. Thus, there are n chiral carbon. There are n طبعا اس 2 اس ان possible stereoisomers. Maximum number of possible stereoisomers يساوي طبعا 2 اس ان. ان تمثل عدد ذرات الكربون الجيرالي، يعني هذا المركب بين 8 ذرات كربون جيرالي، اذا 2 اس 8. 2 اس 8 يساوي 256. طبعا صيغه ايزومر للكوليسترول. لكن بالطبيعه يوجد هنالك نيتشر ميك اونلي وان، فقط واحد فقط. طلاب صوت واضح؟ نعم استاذ الصوت واضح. اوكي. اسقاط فيشر. فيشر بروجكشنز. طبعا هي طريقة ملائمة يتم من خلالها تمثيل طبعا الأشكال المرآتية للإيزومرات طبعا ضمن بعدين in two dimension. Fisher projections are a confident way to represent mirror images in two dimensions ضمن بعدين، بعد عمودي وبعد أفقي، طبعا بعدين عمودي وأفقي. Please the carbonyl group
at or near the top. طبعا مجموعة الكربونيل سواء كانت الديهيدية أم كيتونية توضع في الأعلى دائما، بالأعلى توضع، في حين أنه طبعا at or near the top and the last agyral CH2OH. أما بالنسبة للمجموعة طبعا اللي هي CH2OH اللي هي غير كيرالي توضع في الأسفل، في الأسفل. هناك طريقتين طبعا، إما بشكل خطوط أفقية عمودية أو بشكل هذه الخطوط المتقطعة وهذه الخطوط الغامقة، خطوط غامقة ومتقطعة. أوكي، إذن خطوط عمودية تكون دائما مجموعة الألديهايد، المجموعة الألديهايدية أو الكيتونية تكون بالأعلى بالقمة، والمجموعة CH2OH تكون بالبطن في الأسفل، وتكون مجاميع الهيدروكسيل، تلاحظون مجاميع الهيدروكسيل يمين ويسار ذرة الكربون الجيرالي، إما بهالصورة تكتب وإما بهذه الصورة تكتب شكل خطوط. طبعا هذا المركب هو دي جليسر ألديهايد. لماذا دي جليسر ألديهايد؟ لاحظ لوجود مجموعة الأو إيج، هاي مجموعة الأو إيج إلى يمين ذرة الكربون، هاي ذرة الكربون، هاي ذرة كربون يمينها مجموعة الأو إيج، إذن هو دي أيزومر. أما إذا كانت هذه المجموعة مجموعة الأو إيج واقعة إلى اليسار فهو L أيزومر، L أيزومر، L أيزومر. تلاحظون هذا نفس المركب طبعا بس مكتوب بطريقتين، هم اثنينهم طريقة فيشر، اسقاط فيشر يسموه. طبعا هاي خطوط عمودية وأفقية. أوكي، تسمية الستيريو أيزومرز، naming stereo isomers when there is more than one giral center. عندما هنالك طبعا أكثر من مركز جيرالي بالكربوهيدرات، ننظر إلى الكربون الجيرالية الأبعد عن مجموعة الكربونيل، عندها فقط يتم تحديد. طبعا لاحظ ذرة الكربونيل الأبعد عن مجموعة الكربونيل حتى نميز الدي أيزومر من الإل أيزومر. نلاحظ إلى ذرة الكربون، نلاحظ ذرة الكربون الأبعد عن مجموعة الكربونيل اللي هي مجموعة كربونيل الديهيدية أو كيتونية، نلاحظ ذرة الكربونيل الأبعد مجموعة الهيدروكسيل هل هي إلى اليمين أم إلى اليسار. إذا كانت إلى اليمين فهي دي أيزومر، دي أيزومر، وإذا كانت إلى اليسار فهو إل أيزومر. مثلا هذا المركب اللي هو شنو، هذا المركب إريثروز، هذا المركب دي إريثروز، والمركب اللي الأيزومر الآخر اللي هو إل إريثروز، إريثروز. إذن هذه مجموعة الهيدروكسيل مثل ما تلاحظون واقعة إلى اليسار فهو L، وإذا كانت مجموعة الكربوكسيل مجموعة الهيدروكسيل الأبعد ضمن كرة ذرة الكربون المرتبطة بذرة الكربون الأبعد عن مجموعة الكربوني إلى اليمين فهو D أيزومر، D إريثروز، هذا المركب إريثروز. إذن هو D إريثروز. وبالنسبة للمركب الآخر الأيزومر الآخر اللي هو L إريثروز، تلاحظون مجاميع الهيدروكسيل اثنينهم واقعين إلى اليسار، وهنا مجاميع الهيدروكسيل لهذا المركب كلاهما واقعة إلى اليمين. إذن if the hydroxyl group point to the right the carbonyl is up طبعا it is diisomer and when hydroxyl group point to the left واقع إلى اليسار it is the L isomer. طبعا هذا ايضا تمرين من خلاله طبعا نحدد هل هو هذا المركب هل هو L isomer ام D isomer. Identify the following compounds as D or L isomers and draw the mirror images. وارسم طبعا الاشكال المرآتيه. تلاحظ هنا هذا المركب، هذا المركب مرسوم بطريقة فيشر أو بإسقاط فيشر، مؤلف من خمس ذرات كربون مثل ما تلاحظ، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمس ذرات كربون. أوكي، والمركب الثاني اللي هو مؤلف من ست ذرات كربون، طبعا هذا مركب كيتوني مثل ما تلاحظ، وجود مجموعة الكربونيل الذرة الكربون رقم اثنان، وهو عبارة عن فركتوز. طبعا هنا يطلب من عندنا حدد the following compounds هل هو D أم L. بالنسبة ناتي على المركب الأول اللي هو ديكسوز المؤلف ذكرنا من خمس ذرات كربون، خمس ذرات كربون، هل هو دي ام ال؟ نلاحظ مجموعة الكربونيل، هذه مجموعة الكربونيل،
اللي هي المجموعة الألدهايدية. لاحظ ذرة الكربون الأبعد هي هاي، تمثل هاي، هاي ذرة الكربون الأبعد. لاحظ مجموعة الهيدروكسيل واقعة إلى اليمين، إذن هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن دي أيزومر. زين، مطلب الأول انتهى. المطلب الثاني يطلب مني أن أرسم طبعاً الشكل المرآتي. راح الشكل المرآتي راح أرسم نفس هذا الرسم، أخلي CH2 CHO هنا بالقمة، CH2OH بالبطن بالأسفل، وبالنسبة لهاي كلهن أعكسهن، يعني هاي OH راح يصير بهاي الجهة والH يصير بهاي الجهة، كذلك OH هنا والH هنا، وكذلك هنا الهيدروجين هنا راح تكون والOH هنا، يعني كلها أعكس، هاي الجانبية كلها تعكس. أما بالنسبة طبعا المحور العمودي يبقى كما هو، المحور الأفقي كله ينعكس. زين، المركب الثاني اللي هو الفركتوز، الفركتوز شوغر، طبعا هذا مركب الفركتوز مرسوم بطريقة أو بإسقاط فشار، حسب إسقاط فشار. نأتي طبعا المركب، نلاحظ هذه مجموعة الكربونيل بالأعلى بالقمة، مجموعة السي اتش 2 او اتش تكون بالأسفل بالبطن. راح حتى نحدد هذا المركب هل هو دي ام ال، ننظر الى مجموعه الهيدروكسيل، ننظر الى ذره الكربون الابعد اللي هي هاي، طبعا حامله لمجموعه الهيدروكسيل الى اليمين، اذا هو دي ايزومر، اذا هذا دي فركتوز، دي فركتوز مثل ما هذا دي لكسوز، هذا دي فركتوز. زين، المطلب الثاني اللي هو درو ذا ميرور ايمج، ارسم نفس هذا الشكل، نفس هذا الشكل سي اتش 2 اتش كوم بالاعلى، سي دبل بوند او ايضا مرتبطه بها، وهنا بالاسفل نفس الحاله، هاي ذرات الكربون طبعا، هاي ذرات كربون، هاي ذرات كربون. زين، هاي اعكسها، المحور الافقي اعكس، هاي الهيدروجين راح يصير الى طبعا بهاي الجهه، والاو اتش يصير بالجهه الاخرى، وكذلك هذه ايضا نفس الحاله، وهذه الاخيره نفس الحاله، وهذه تعتبر ال بالحاله بالرسم الثاني راح تعتبر ال فركتوز. اذا نقلب هاي ال او اتش بالاتجاه باليسار، وكذلك الاو اتش الاخرى، وكذلك هاي الهيدروجين نقلبها الى اليسار، يعني نعكسها. اوكي، الان طبعا هاي التجربه اللي هي من خلالها طبعا حصلنا على ضوء مستقطب عند امرار الضوء ordinary light vibrated in all planes. لاحظ ان الضوء طبعا هنا في كل الاتجاهات اهتزازاته، عندما يمرر على عدسه طبعا مستقطبه راح يظهر بمستوى واحد. اوكي، اهتزاز بمستوى واحد، plane of polarized light، عندما يمرر هذا الضوء المستقطب ضمن تيوب يحتوي على محلول فعال ضوئيا، يعني يحتوي على مركز جيرالي، نلاحظ انه يدور الضوء المستقطب اما نحو اليمين او نحو اليسار، اذا دور نحو اليمين فهو طبعا دي ايزومر، واذا دور نحو اليسار فهو ال ايزومر، يعني يسموه ديكسترو، واذا دور نحو اليسار فهو ليفو. اذا موليكيولز طبعا اذا مررنا هذا الضوء المستقطب على جزيئه، على مركب، على محلول لا يحتوي على مركز جيرالي، راح يبقى مستوى الضوء مثل ما هو، ما راح يكون المركب هذا غير فعال. اما اذا دور الضوء المستقطب نحو اليمين او نحو اليسار، بما معنى ان هذا المركب هو مركب جيرالي يحتوي على كربون جيرالي. اوكي، molecules which are enantiomer of each other have exactly the same physical properties. هنا يتكلم عن المركبات اللي هي عباره عن الايزومرات، اللي هم احدهما مرآة الاخر، يذكر انه هذه المركبات هي تمتلك نفس الخواص الفيزيائيه، نفس الخواص الفيزيائيه مثل درجه الانصهار، البويلنج بوينت، وكذلك الاندكس اوف ريفليكشن اي تي سي الى اخره من الخواص الفيزيائيه، لكن هنالك خاصيه فيزيائيه هي خاصيه التداخل مع الضوء المستقطب، انتراكشن وذ بولارايز لايت. هذه الخاصيه طبعا التداخل مع الضوء المستقطب يختلف بالنسبه للايزومرات، الايزومرات الفراغيه. اوكي، اذا polarized light vibrated only in one plane، ذكرنا انه الضوء المستقطب يهتز ضمن مستوى واحد فقط، وعند امرار طبعا عندما يمرر
من خلال امراره طبعا على البولارايزنج فلتر، من خلال امراره على البولارايزنج فلتر، هذا البولارايزنج فلتر اوكي، وضوء طبعا يهتز في جميع الاتجاهات. عندما امرره مع ضمن البولارايزنج فلتر، هذا البولارايزنج فلتر او عدسه طبعا راح يهتز راح يظهر عندنا ضوء بمستوى واحد فقط، وهذا الضوء بمستوى واحد فقط اللي هو ضوء المستقطب عندما يمر ضمن محلول يحتوي على مركب فعال ضوئيا راح يحدث دوران بالمستوى طبعا بمستوى الاهتزاز اما نحو اليمين او نحو اليسار. اما اذا كان المركب غير فعال ضوئيا فيبقى كما هو، يخرج كما هو بدون تغيير. طبعا هنا المركب اللي هو ليفو روتاري سابستانس روتيت بولارايز لايت تو ذا ليفت، المركب اللي هو الماده التي تدور الضوء المستقطب نحو اليسار تعتبر ليفو روتاري سابستانس، اما الماده التي تدور الضوء المستقطب نحو اليمين تعتبر ديكسترو روتاري سابستانس. طبعا الجزيئات موليكيولز التي تدور، طبعا هذا الكلام كل الكلام عن تدوير الضوء المستقطب كله يتعلق بالجزيئات الجيراليه فقط اللي تمتلك مركز جيرالي اللي بيها الكربون ترتبط باربع مجاميع مختلفه. موليكيولز which rotate the plane of polarized light are optically active، الجزيئات التي تدور الضوء المستقطب تعتبر فعاله ضوئيا، يعني الجزيئات غير التي لا تدور الضوء المستقطب تعتبر غير فعاله، فقط التي تدور الضوء المستقطب. most biologically important molecules are chiral، معظم الجزيئات المهمه الحياتيه هي مركبات جيراليه are chiral and hence are optical active، وكذا بالتالي فهي تعتبر فعاله ضوئيا. ننتقل الى طبعا تصنيف المونوسكرايت. احنا سبقا ذكرنا ضمن ملاحظه ان المونوسكرايت يمكن تصنيفها حسب عدد ذرات الكربون الى ما يلي، اذا كانت مؤلفه من ثلاث ذرات كربون فالتصنيف له ترايوز. ذكرنا انه البادي تراي تدل على عدد ذرات الكربون اللي هي ثلاثه، والاوز تدل على ايش؟ تدل على ان المركب هو مركب سكري. اما اذا كان مؤلف من اربع ذرات كربون فهو تيتروز، اذا كان مؤلف بخمس ذرات كربون فهو بنتوز، اذا كان ست ذرات كربون هيكسوز، سبع ذرات كربون هيتوز، وهكذا. اذا the monosaccharide are the simplest of the carbohydrates، هو طبعا السكريات الاحاديه هي ابسط انواع الكربوهيدرات لانها تتالف من وحده واحده من طبعا من السكر الاحادي. since they contain only one polyhydroxyaldehyde or ketone unit، لانها تحتوي على وحده واحده فقط من المركبات الالديهيدية او الكيتونية متعددة مجموعة الهيدروكسي. يعني هذه المركبات المونوسكرايت لا تتحلل مائيا، انما تتحلل تحت طبعا ضمن عمليات الاكسدة يتم لانتاج الطاقة فقط. اما بالنسبة للسكريات الدايسكرايت ممكن تتحلل مثلا عن طريق تحلل المائي او الحامضي، ممكن تتحلل. عموما المونوسكرايت are classified according to the number of carbon atoms they contain، طبعا ذكرناها ثلاث ذرات كربون ترايوز، اربع ذرات كربون تيتروز، خمس ذرات كربون بنتوز، ست ذرات كربون هيكسوز. طبعا نلاحظ بالمركبات الكربوهيدراتيه وجود طبعا وجود نلاحظ طبعا وجود اما مجموعه كربون الديهيدية او كيتونيه. اوكي the presence of the presence of an aldehyde is indicate the prefix aldo، اذا كانت طبعا وجود طبعا مجموعه الالديهايد نضيف المقطع او البادي نضيفها الالدو، اما اذا كانت وجود طبعا الكيتون كربونيل بشكل كيتون موجوده نضيف المقطع كيتو. اوكي اذا هنالك ايضا تصنيف ثاني بالنسبه للمونوسكرايت، اذا كانت اعتمادا على مجموعه الكربونيل اذا كانت الديهايديه فهو نضيف المقطع الدو، واذا كانت مجموعه الكربونيل بالوسط نضيف المقطع كيتو. يعني كيتون عندنا مركب الكربوهيدرات عباره عن كيتون نضيف المقطع كيتو. Thus glucose is aldohexose sugar، تصنيف الجلوكوز، لماذا تصنيف الجلوكوز؟
يصنف على انه الدوهيكسيل شوجر، لان لاحظون مجموعه الكربونيل هنا هي عباره عن مجموعه كربونيل ايش الديهايديه، اذا هو الدو. ولماذا هيكسوز؟ هيكسوز لانه مؤلف من ايش؟ مؤلف من ست ذرات كربون. تلاحظون ست ذرات كربون، ست ذرات كربون. اذا هو اذا الجلوكوز ان از اذا الجلوكوز هو ان الدوهيكسوز، ان الدوهيكسوز. بالنسبه للمركب الاخر اللي هو رايبولوز، هذا رايبولوز هو عباره عن تلاحظون خمس ذرات كربون، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 يعني الترقيم يبدا من الاعلى هنا عند مجموعه الكربونيل بالاعلى كما تلاحظون 1 2 3 4 5. هذا المركب هو مؤلف من خمس ذرات كربون، اذا هو بنتا بنتا. زين، هل هو مركب الديهايدم كيتوني؟ مركب كيتوني لوجود مجموعه الكربونيل تحمل الرقم 2 موجوده بالوسط ليس طرفيه، هنا هنا طرفيه، هذا مركب الدو، بينما هنا هذا المركب كيتو كيتو ومرتب بما انه خمس ذرات كربون فهو بنتوز. اذا هو رايبولوز كيتو بنتوز، يصنف على انها كيتو بنتوز شوجر، في حين ان الجلوكوز هو ان الدو هيكسوز شوجر. طبعا هذا ايضا تمرين ومثال كلاسيفاينج مونوسكرايد، صنف المونوسكرايد، كلاسيفاي ذا فولوينج مونوسكرايد. السؤال هنا صنف المونوسكرايد السكريات الاحاديه التاليه. تلاحظ هاي السكريات الاحاديه كلها مرسومه بطريقه او حسب اسقاط فيشر اللي ذكرناه بشكل سلسله مفتوحه. تلاحظون هذا المركب مؤلف من ايش؟ من اربع ذرات كربون، 1 2 3 4. اذا حتى اصنف هذا المركب ولاحظ ان وجود مجموعه الكربونيل هي طبعا موجوده وين؟ موجوده بالوسط، اذا هو كيتو. اذا كيتو كيتو تيتروز شوجر، هذا المركب تصنيفه كيتو تيتروز شوجر. المركب الثاني تلاحظون هذا المركب مجموعه الكربونيل طرفيه، اذا هو مركب الديهايدي مؤلف من اربع ذرات كربون، اذا هو ايش هذا المركب تصنيفه؟ مؤلف من اربع ذرات كربون وهو الديهايدي، اذا هو الدو الدو تيتروز شوجر. المركب الاخر اللي هو مؤلف من خمس ذرات كربون، 1 2 3 4 5، هناك كيتون، اذا هو كيتو بنتوز شوجر. المركب الاخير ايضا مؤلف من خمس ذرات كربون الديهايدي، اذا هو الدو، هذا المركب هو الدو بنتوز شوجر، تصنيفه الدو بنتوز شوجر. هنا ننتقل الى طبعا عائله الدي الدي الدوز. طبعا الال فورم الال فورم الايزومرات من نوع ال هي غير موجوده بالجدول، نوت شون، هي غير موجوده باسامي الكائنات الحيه، فما يعني ما اخذ بعين الاعتبار. عموما طبعا هذه المركبات كلها مرسومه حسب اسقاط فيشر، حسب اسقاط فيشر. المركب الاول اللي هو دي جليسر الديهايد، دي جليسر الديهايد، طبعا تلاحظون مؤلف من ثلاث ذرات كربون، هذا المركب اسمه دي جليسر الديهايد، مركب مهم جدا موجود باسامي الكائنات الحيه. طبعا تصنيفه هو الدو ترايوز، الدو ترايوز، لايجاد عدد الايزومرات نطبق القانون اللي هو 2 اس 2 اس ان ان طبعا مركز جيرالي واحد، اذا 2 اس 1 ويساوي 2، اذا هو يحتوي على ايزومرين اللي هو دي جليسر الديهايد وال جليسر الديهايد. ننتقل الى اذا كانت مؤلفه من اربع ذرات كربون هنالك احتمالين، اما ان يكون دي ارثروز او دي ثريوز، دي ارثروز او دي ثريوز، وكذلك طبعا الايزومرات مالتها يعني ال تيريوز والال ارثروز. طبعا التصنيف مال هذه المركبات اللي هي مؤلفه من اربع ذرات كربون، 1 2 3 4، تصنيفها هو الدو 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 تيتروز، الدو تيتروز، لايجاد ذكرنا عدد الايزومرات 2 اس 2 ويساوي 4، 2 من نوع دي ايزومر
واثنان من نوع ال ايزومر، يعني دي ثيريوز وال ثيريوز. ال ثيريوز شلون تنكتب؟ نفس نفس الصيغه، ان هنا سي اتش او نفسها، سي اتش 2 او اتش نفسها، هنا الاختلاف بالايج والاو اتش. الاو اتش راح تكون نحو هنا في المكان هذا، والايج تكون هنا. طبعا الاهم هي هاي الاو اتش، هاي تكون نحو اليسار والايج تكون نحو اليمين، يعني يقلب المركب تماما. بالنسبه لل دي ارثروز، طبعا ال مالتها ال ارثروز شلون تكتب؟ ترسم الاو اتش تكون بهالجهه هاي، والاو اتش هاي ايضا تكون بهاي الجهه، الهيدروجين بهاي الجهه، الهيدروجين بهاي الجهه. طبعا اذا كانت مؤلفه من خمس ذرات كربون، خمس ذرات كربون، التصنيف مالتها هو الدو بنتوز شوجر، لايجاد ذكرنا عدد الايزومرات للالدو بنتوز. تلاحظون هنا طبعا نطبق القانون اللي هو 2 اس ان ان، كم عدد ذرات الكربون الجيرالي؟ ثلاث ذرات كربون جيرالي، اذا ثلاث ذرات كربون جيرالي، اذا نطبق 2 اس 3 ويساوي 8، اذا 8. هذه امامكم اربعه، والاربعه الاخرى هي ال ال مالتها الايزومرات مالتها اللي هي دي رايبوز، هذا السكر مشهور جدا دي رايبوز، ودي ارابينوز، دي ارابينوز، ودي زالوز، ودي ليكسوز، دي ليكسوز. تلاحظون الاختلاف فقط، يعني تعتبر كلها ايزومرات لبعضها البعض. طبعا هذه الدي توجد لها ال ال رايبوز اللي هي مجاميع الاو اتش تكون نحو اليسار جميعها، وذرات الهيدروجين تكون نحو اليمين جميعها، في حين ان ال سي اتش او تبقى بالاعلى، والسي اتش 2 او اتش تبقى بالاسفل. هنا فقط التغيير فقط بالاو اتش والاي اتش، وكذلك بالنسبه للارابينوس والزايلوز والليكسوز. زين، طبعا اذا كانت مؤلفه من ست ذرات كربون، مركب مرسوم بطريقه فيشر ست ذرات كربون، نلاحظ ذرات الكربون الجيرالي هي اربعه، نطبق القانون 2 اس 4 ويساوي 16. اللي امامكم 8، هاي 8، والال الايزومرات المقابله لها هم 8، المجموع يبقى 16. التصنيف مالتها هي الدو هيكسوز شوجر، اذا 16 ايزومر عندنا بالنسبه للمركبات المؤلفه من ست ذرات كربون حسب اسقاط فيشر، حسب اسقاط فيشر. طبعا التسميه مالتها دي اللوز، هذا دي اللوز، هذا دي التروز، دي كلوكوز هذا مشهور جدا المركب، دي مانوز ايضا مشهور، دي كولوز، وايضا دي ايدوز، ودي جالاكتوز ايضا مشهور هذا المركب، ودي تالوز، دي تالوز. The family of diketos. The family of diketos. عندنا عائلة الديكيتوز، بعد ما انتهينا من عائلة طبعا دي الدوز، الدوز شوجر، ننتقل إلى عائلة ثانية هي عائلة الديكيتوز الشوجر. طبعا أول أو أوسط مركب فيها مركب يسمى بالداي هيدروكسي أسيتون، هذا المركب داي هيدروكسي أسيتون مرسوم بطريقة فيشر أو إسقاط فيشر. طبعا تلاحظون هذا المركب لا يوجد به مركز جيرالي، هذه مجموعة الكربونيل كيتوني فوق CH2OH وجوه CH2OH، لا وجود لذرة الكربون الجيرالي. إذا طبعا نطبق القانون 2 أس 0، 2 أس 0 لأن ماكو جيرالي ويساوي 1، إذا لا يوجد هنالك طبعا أيزومر فراغي، يعني لا يوجد هنالك دي أو ال بالنسبة لهذا المركب اللي هو دي هيدروكسي أسيتون. المركب اللي طبعا بالنسبه للتصنيف مالته هو كيتو ترايوز، كيتو ترايوز شوجر. المركب الاخر اللي هو الدي ارثرولوز، هذا المركب اللي مؤلف من اربع ذرات كربون، نلاحظ عدد ذرات الكربون الجيرالي هو واحد فقط، هذه ذرات الكربون الجيرالي. اذا هو طبعا التصنيف هو كيتو ترايوز شوجر. لايجاد عدد الايزومرات نطبق القانون 2 اس 1 ويساوي 2، اذا يوجد هنالك ايزومرين هما دي ايزومر وال ايزومر، دي ارثروز ارثرولوز وال ارثرولوز.
الإريثرودوز طبعاً تكون هذه مجموعة الهيدروكسيل نحو اليسار. بالنسبة للدي نحو اليمين، تلاحظون هنا درجة الكربون الجيرالية مجموعة الأو إتش نحو اليمين بالنسبة للدي أيزومر. بالنسبة للإل أيزومر راح نعكسها، راح تكون الأو إتش بهالجهة والإيج تكون بهاي الجهة، البقية تبقى على حالها. الكيتو بنتوز الشوغر، كيتو بنتوز الشوغر التي تتألف من إيش؟ من خمس ذرات كربون، وهي كيتو. نلاحظ عدد الإيزومرات مالتها هي 2 + 2 ويساوي 4، اللي هي اثنان من نوع دي واثنان من نوع ال، اللي هي دي رايبولوز ودي زايلولوز. تلاحظ هنا CH2OH CO، هاي CO، وهنا هاي ذرة الكربون الجيرالي وهاي ذرة الكربون الجيرالي. إذا اثنان، نطبق القانون 2 + 2 ويساوي 4. إذا هذا بهالشكل هذا المركب يسمى رايبولوز دي رايبولوز. والمركب إذا كان هنا OH وهنا OH متعاكسات يعني يسمى بالزايلولوز. زايلولوز طبعا الال ايزومر لكل منهما تعكس الاو اتش والاج، فقط تعكس الاج والاو اتش. نفس الشيء هنا تعكس الاج والاو اتش، راح يعطيك الال ايزومر بالنسبه للزايلولوز وبالنسبه للرايبولوز، بالنسبه للرايبولوز بالنسبه للزايلولوز. اذا كان مؤلف طبعا من مثل ما تلاحظون هنا مؤلف من 6 ذرات كربون، تصنيفه التصنيف مالته هو كيتو هيكسوز شوغر، عدد ذرات الكربون الجيراليه حسب صيغه فيشر مثل ما تلاحظون 1 2 3، 3 ذرات كربون جيرالي. نطبق القانون 2 + 3 ويساوي 8، اذا 8 ذرات، اذا هنالك 8 ايزومرات، 8 ايزومرات. اوكي، اربعه امامكم اللي هي دي طبعا بيكسوز ودي فركتوز، هذا مشهور جدا فركتوز، ودي سوربوز ودي تاكتوز. طبعا ال L تعكس ال H وال OH، فقط ال H وال OH في اماكنها. راح تحصل على يعني اذا مثلا اجيب لك هذا المركب واقول لك ارسم ال L مالته، ترسم فقط تعكس ال H وال OH. اوكي، هاي تبقى مثل ما هي CH2OH، CO تبقى مثل ما هي، CH2O تبقى مثل ما هي. طبعا هذا ثلاث ذرات كربون جيرالية، او هذا المركب نفس الشيء بس تعكس الاج والاو اتش عن اماكنها. اوكي، وعن الخواص الفيزيائيه للمونوساكرايد، physical properties of monosaccharide، الخواص الفيزيائيه للمونوساكرايد. اول خاصيه للمونوساكرايد هي انها تكون حلوه المذاق. اغلب المونوساكرايدز هاف سويت تيست، تمتلك مذاق حلو. اكثرها حلاوه هو سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهه. فركتوز از سويتست سويتر ذان سكروز، اكثر ب 73% من السكروز. راح ناخذ السكروز كمقياس لحلاوه الكربوهيدرات، لحلاوه المونوساكرايد ولحلاوه الكربوهيدرات. فاكثر حلاوه ذكرنا هو الفركتوز، از سويتست سويتر ذان سكروز بنسبه 73%. يعني اكثر حلاوه من السكروز اللي هو سكر ثنائي، هذا سكر ثنائي، اكثر حلاوه منه اللي هو سكر المائده، سكر الطعام. ايضا الخاصيه الاخرى اللي هي خاصيه فيزيائيه اخرى، تكون صلبه ضمن درجه حراره الغرفه at room temperature. They are solid at room temperature، جميعها تكون صلبه ضمن درجه حراره الغرفه. ايضا تكون ذات ذوبانيه عاليه جدا بالووتر. They are extremely soluble in water، تكون ذوبانيتها عاليه جدا بالووتر. Despite their high molecular weight، بالرغم من الوزن الجزيئي العالي جدا، بالرغم من الاوزان الجزيئيه العاليه للكربوهيدرات، نلاحظ طبعا وجود لارج نمبر اوف هيدروكسيل جروب، نلاحظ وجود اعداد كبيره من الهيدروكسيل جروب. هذه الهيدروكسيل جروب سوف تجعل من السكريات ذات ذوبانيه عاليه بالووتر، على طبعا مقارنه مع المركبات ذات الاوزان الجزيئيه المماثله.
عندما أقارن المونوسكرايت مع المركبات ذات الأوزان الجزيئية المشابهة نلاحظ ذوبانية تكون عالية جدا بالووتر. أوكي؟ طبعا الكلوكوز كان ديسولف in a unit amount of water to make a syrup 1 gram لكل 1 ml H2O. يعني الكلوكوز يمكن أن يذاب في كمية صغيرة جدا من الماء لكي يكون طبعا شراب لكي يكون يعني محلول سيرب. بالإمكان أن أذوب 1 غرام من هذه من مادة من سكر الكلوكوز ضمن 1 مل فقط من الـ H2O دلالة على يعني سرعة الذوبانية. أوكي؟ يكون ذو ذوبانية عالية جدا بالوتر. إذن أول خاصية فيزيائية ذكرنا إنه سويت تيست. الخاصية الثانية تكون سوليد ات روم تمبرتشر، أيضا اكستريملي سولابل ان ووتر. هذه الثلاث خواص فيزيائية إلى حد الآن ثلاث خواص. أوكي؟ طبعا هذا الجدول يوضح الـ relative sweetness of sugar of sugars اعتمادا على السكروز. السكروز أعطي الرقم 1، هذا السكروز اللي هو سكر المائدة، الحلاوة النسبية مالته أعطيت رقم 1. هذا يعتبر مقياس. طبعا هو النوع مالته دايسكرايد بالنسبة للسكروز دايسكرايد. ثم نجي نقارن بقية السكريات بهذا المركب، راح نلاحظ انه هذا مثلا اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، طبعا هو الدايسكرايد النوع مالته، القيمه العدد يعني القيمه 0.116 مقارنه بالسكروز يعني 16%. بالنسبه للجالاكتوز، الجالاكتوز اللي هو مونوسكرايد، القيمه مالت الريليتيف سويتنس هي 0.22 22%. المالتوز اللي هو سكر الشعير 0.32، ونوعيته طبعا هو دايسكرايد بالنسبه للمالتوز. الزايلوز اللي هو مونوسكرايد، مونوسكرايد الريليتيف سويتنس هي 0.4 زايلوز. الجلوكوز، هذا الجلوكوز طبعا اللي سكر الدم او سكر العنب، هذا طبعا الريليتيف سويتنس هي 0.74 74%، وهو مونوسكرايد. بالنسبه للسكروز اللي هو مقياس ذكرنا انه 0.1 هذا الصحيح، وهو نوعيته طبعا هو عباره عن شنو؟ عباره عن دايسكرايد. ايضا عندنا الانفيرت شوجر، السكر السكريات المتحوله التي عباره عن خليط من ميكسشر من جلوكوز اند فركتوز. طبعا قيمه الريليتيف سويتنس هي تساوي 1.3. اوكي، المركب الاخير اللي هو ذكرنا انه هو اكثر السكريات حلاوه هو الفركتوز، القيمه مالته 1.73 طبعا هو الفركتوز بالنسبه للفركتوز هو مونوسكرايد، نوعيته مونوسكرايد. الخواص الكيميائيه chemical properties of monosaccharide، الخواص الكيميائية للمونوسكرايد. المونوسكرايد do not usually exist in solution in their open chain forms. An alcohol group can added into the carbonyl group in the same molecule to form a pyranol ring containing stable cyclic hemiacetal or hemiketal. هنا يذكر بالخواص الكيميائيه، اول خاصيه كيميائيه هو ان المونوسكرايد السكريات الاحاديه لا تتواجد في المحاليل بشكل مفتوح السلسله حسب صيغه فيشر، تتواجد لكن بكميه قليله وضئيله جدا بشكل مفتوح السلسله، بالتالي هي تميل الى ان تكون اشكال مغلقه. كيف يتكون الشكل المغلق؟ لاحظ هذه طبعا هذه رقم 1 2 3 4 5 درجة الكربون 5 6، هاي رقم 6. نلاحظ درجة الكربون اللي ما قبل الأخيرة، هاي درجة الكربون الجيرالية ما قبل الأخيرة اللي هي أبعد شيء تقريبا عن مجموعة الكربونيل الألدهايدية.
تكون حامله طبعا لمجموعه الاو اتش، هاي مجموعه الاو اتش. راح نلاحظ ان ذره الهيدروجين، هاي ذره الهيدروجين سالبيه الكهربائيه عاليه، وبالنسبه للكربون هنا راح تكون فقيره الكترونيا، فقيره الكترونيا، راح تهاجم الكربوني، تهاجم كربون الكربونيل. بالتالي هاي الاسره المزدوجه حتنتقل بشكل شحنه سالبه على الاكسجين، وتسحب ذره الهيدروجين باتجاهها، فتتكون حلقه سداسيه بهذا الشكل، حلقه سداسيه، حلقه سداسيه. زين، هنالك احتمالان لهجوم الاو اتش على طبعا على كربون، مجموعه الكربونيل، اما ان تهاجمها من الاسفل، اذا هاجمتها من الاسفل فالمركب يسمى طبعا بالالفا، الفا دي كلوكوز، هو المركب الحلقي طبعا اما ان يكون الفا دي كلوكوز واما ان يكون بيتا دي كلوكوز. اما اذا هاجمتها من الاعلى، من الاعلى هاجمت الكربون، الكربون الكربونيل من الاعلى، راح يتكون عندنا هذا المركب، وطبعا يسمى بالبيتا دي كلوكوز، بيتا دي كلوكوز. هذه المركبين احدهما انومر للاخر، انومرات يسموها، مركبات انومريه، مو ايزومريه وانما انومريه. اذا اما ان يكون الالفا دي كلوكوز واما ان يكون بيتا دي كلوكوز، وهذه الحلقه يسموها بيرانوز رينج، بيرانوز رينج، اللي هي طبعا خمس ذرات كربون وبها ذره اكسجين، حلقه سداسيه. هذه بيرانوز رينج، هذه بيرانوز رينج. اذا ذكرنا انه اما ان يكون الفا اذا كانت مجموعه الهيدروكسيل من الاسفل، اذا يعني هاي بشكل ورقه، نخليها ورقه يعني نتخيلها بشكل ورقه مسطحه، ومجموعه الاو اتش هاي موجوده باسفل الورقه، تهاجمها من الاسفل، اذا فهي العفو فهي الفا دي كلوكوز. اما اذا هاجمتها من الاعلى، هاجمت طبعا يسمى بالبيتا دي كلوكوز. اوكي، اذا بالمحاليل ذكرنا انه الاوبن تشين ما موجود الا بكميات ضئيله. لماذا هتهاجم الاو اتش؟ هتهاجم ايش؟ تهاجم مجموعه الكربونيل، وتتكون عندنا البيرانوز رينج، وبالتالي اما ان يكون، اما ان يكون ال ايزومر، اما ان يكون العفو، اما ان يكون الفا واما ان يكون بيتا، اما بشكل انومرات، اذا كانت من الاسفل هي فهي الفا، واذا كانت من الاعلى فهي بيتا. اذا هاي الخاصيه الاولى من الخواص الكيميائيه للمونوسكرايد. ننتقل الى الخاصيه الثانيه. طبعا بالمناسبه قبل ما ننتقل للخاصيه الثانيه، الجلوكوز انومرز، تلاحظون هذه الصيغه اللي هي الصيغه المفتوحه حسب فيشر، تتواجد بكميه ضئيله جدا بالمحاليل، يعني اذا كميتها تقترب من 0.2 بالمئة، يعني 2 بال10000، ال10000 اللي هي دي كلوكوز، دي كلوكوز صيغه فيشر. طبعا راح يكون عمليه موازنه مع صيغتي اللي هي صيغتي هوارد، هوارد ستراكشر اللي هي الصيغه الحلقيه للجلوكوز، الصيغه الحلقيه للجلوكوز، اما ان يكون ذكرنا الفا واما ان يكون بيتا. الالفا، اما نعرف الالفا من خلال ذره الكربون الانومريه، هاي ذره الكربون رقم واحد انومريه، انومريه، اذا كانت الاو اتش الى الاسفل فهي ايش؟ الفا. طبعا هنا طبعا موجوده هيدروجين، هيدروجين الى الاعلى بس ما مرسومه، يعني ذرات الهيدروجين ما يرسموها، ما يدخلوها بالرسم، سواء بصيغه هورث او بصيغه فيشر. اوكي، الصيغه الاخرى اللي هي البيتا، تلاحظ مجموعه الاو اتش، مجموعه الهيدروكسيد نحو الاعلى، اذا هي بيتا. لاحظوا العلماء ان كميه البيتا، بيتا دي كلوكوز، هي اكبر من كميه الالفا، الالفا دي كلوكوز، تقريبا 64% من المحلول، من المحلول الكربوهيدراتي من حللوه وجدوا بانه 64% هو عباره عن بيتا دي كلوكوز، و 36% عبارة عن إيش؟ عبارة تقريبا عبارة عن الألفا دي كلوكوز. يعني كمية ضئيلة جدا، هي تبقى بشكل مفتوح السلسلة حسب إسقاط فيشر.
In the pyranose form of glucose, carbon 1 is guiral. بالنسبة للبيرانوز الشكل الحلقي للجلوكوز، احنا ذكرنا هاي دارة الكربون رقم واحد هي اللي حاملة تكون مجموعة الدهايد، حاملة مجموعة الدهايدية، هاي تكون غير جيرالية، لكن بالحلق بالشكل الحلقي تعتبر جيرالية، تعتبر جيرالية، وهكذا راح يضم إلى ال 16 ايزومر السابق اللي ذكرناها بالنسبة لل بالنسبة لل طبعا ذكرناها سابقا اللي هي 16 ايزومر، نضيف اثنين طبعا اثنان من ال... من الايزومرات الاخرى اللي هي الايزومرات الانوماريه ستيريو ايزومر اربوسابل، وين الاول يتكون بسبب الاو اتش جروب بوينت داون، طبعا موجوده ضمن الاسفل هنا بالاسفل، موجوده بالاسفل هنا، وهنا طبعا تكون بالاعلى، البيتا تكون بالاعلى. اذا these forms هذه الاشكال تعتبر انومرات، اذا يجيك سؤال مثلا ما هو الانومر؟ هو الالفا والبيتا، اوكي؟ these forms are anomers of each other and carbon and carbon طبعا L is called عفوا carbon 1 carbon رقم واحد تسمى بالانومريك كربون، انومريك كربون، هذا الكربون رقم واحد تسمى بالكربون الانومريه. اوكي هاي كربون رقم واحد تسمى الكربون الانوماريه، اذا كانت الى الاعلى مجموعه الاو اتش فهي بيتا، واذا كانت الى الاسفل فهي الفا، الفا انومر. طبعا الكلام نفسه بالنسبه للجلوكوز ينطبق على الفركتوز، لكن بالفركتوز ما تتكون حلقه سداسيه، تتكون حلقه خماسيه فيورانوز رينج. اذا الفركتوز كلوزز on itself form a furanose ring، هاي حلقة الفيورانوز. اوكي هاي حلقة الفيورانوز. حلقة الفيورانوز نلاحظ هذه طبعا الدي فركتوز، دي فركتوز طبعا هذا بصيغة مفتوحة، مفتوح السلسلة. نلاحظ هاي الاو اتش، هاي الاو اتش ايش تهاجم؟ هاي الاو اتش ايش تهاجم؟ تهاجم مجموعه الكربونيل برقم اثنان، هذا رقم اثنان، طبعا هاي دره الكربون رقم واحد، دره الكربون رقم اثنان، ثلاثه اربعه خمسه سته، هاي دره الكربون رقم سته. نلاحظ دره الكربون رقم خمسه تحمل مجموعه او اتش، هذه مجموعه الاو اتش هي التي سوف تهاجم. تهاجم من؟ تهاجم مجموعه الكربونيل، هذه مجموعه الكربونيل رقم اثنان. فيتكون لدينا حلقه خماسيه، بناء على الكلام هذا تتكون حلقه خماسيه. هناك احتمالان ايضا نفس الحاله، اذا هاجمت من الاعلى فهو بيتا، واذا هاجمت مجموعه الهيدروكسيل من الاسفل، هاجمت طبعا الكربون كربون كربونيل كربون مجموعه الكربونيل، اذا هاجمتها من الاسفل الاو اتش هاجمتها من الاسفل فهي الفا هيدروكسي، اذا هاجمت من الاعلى فهي بيتا هيدروكسي. المركب اذا هو عباره عن هنا الفا الفا دي الفا دي فركتوز، المركب الثاني اللي هو بيتا دي فركتوز. طبعا هذا الرسم حسب صيغه هوارد، حسب صيغه هوارد. ننتقل الى الخاصيه الثانيه، طبعا الخاصيه الكيميائيه الثانيه هي الاكسيديشن اوف مونوسكرايد، أكسدة المونوسكرايد. طبعا المونوسكرايد ممكن أن تتعرض للأكسدة، ممكن أن تتعرض للأكسدة من خلال طبعا البنديكتر ايجنت، بنديكتر ايجنت الدهيد انكيتونز ذات هاف ان او اتش جروب اون ذا كربون نيكست ذا كربونيل جروب رياكت